هما شركة براسري ديال المغرب. تشوف فوضى بزاف، لا التباعد لا الكمامه لا والو، كينقزوا تما ملي كيسدوا عليهم كتكون المضاربه، واحد شرا الشراب وشي واحد ينحيدوه ليه. حنايا اون فاس مع الشراج كيجيو كيسكروا حدانا، هنايا كيلوحوا القراعي في الجزره دي هادو، كيشكروا حدا كيسكروا حدا حدا الخيوطه اللي هي. حنايا ولادنا كاين اللي عنده والديه كاين اللي عنده ولادو، ولدك ملي غيسولك دابا شغتقول ليه كيبيعوا الزريعه؟ ها كيبيعوا الشراب، الشراب حرام، كيفاش غتقنع ولادك دابا بلي هادشي حرام؟ شوف عيب عليهم يوميا بحال هكا، خصوصا السبت والحد راه كارثه. حنا الا كان هادشي الا كان هادشي نافع الدوله في الاقتصاد حنا ما نفعناش، راه شي كيسبب في الاجرام وفي الاغتصاب وفي المشاكل، وفي الاخر كيبداو يبكيو ويبداو يتبكاو الصحافه والفضائح. الصحافه عيطنا لهم باش يجيو، كاين اللي بغى يجي كاين اللي ما قدرش يجي كاين اللي خايف. انتوما ديما حنا ديجا مضرورين من الصداع ديال الرموكات والكلاكسون والسبان، ها هما زاد حلوا لنا البيسري وفي كورونا وما عرفناش واش عندهم شي رخصه ولا لا. هاد البلاد ما بقينا فهمنا والو، واش باغا الخير واش باغا الشر. مره كيبكيو وكيغوتوا على جرائم وعلى الاغتصاب وعلى الدراري الصغار والعيالات والمشاكل اللي كيوقع، وفي نفس الوقت كيديروا الاسباب ديال هادشي هذا، ما عرفنا والو في هادشي. انتوما يوميا بحال هكا فلاكسون ديال الطوموبيلات والماطر السبان مضاربه، يلاه قولي دازت واحد مضاربه ديك السبت اللي فات عاوتاني دازت واحد مضاربه. فلا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ديما القراعي حنا هنايا كنعانيو من السبان، القراعي كيضربوهم على الحيوطه، حنا خصوصا صحاب السفليات والبروميان الدوزيام كيتسمعوا لي ما خاصوش يتسمع. كيجيو القاصرين الدراري الصغار 13 عام 14 عام كيجيو هنايا، العيالات الدريات كيجيو صحاب الكراس صحاب المواطر، كاين اللي ما عندوش حتى باش ياكل، صحاب الخبز كار ملي كيجمعوا الخبز كار كيطلبوا كيجيو هنايا كيشريو الشراب. ما فهمنا والو، قال هذا الشعب واش محتاج واش ما محتاجش، ما فهمنا والو، كلشي كيشرب كلشي كيسكر لا حول ولا قوه الا بالله. الشباب عوض ما يمشيو يديروا شي مشاريع راسهم ولا يخدموا على راسهم ويكونوا عائلتهم، هما هنايا كيضربوا على القرعه ديال الشراب لا حول ولا قوه الا بالله. لا الشعب لا الدوله لا حتى شي واحد، ما بقينا فهمنا والو في هذه البلاد هذه.